بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. عاود نكرر، لأنه ربما موصلش واحد في بليون ما أردت أن يصل، فتقطعوا أمرهم بينهم. يا أبو هذا التحليل الحقيقي، الله يتكلم فهو يحلل تحليل المطلق، في خير من أراد أن تحل عقده النفسية وتتبخر مشاكله الدنيوية، لأنه يمنش لفهم مشاكل أخروية. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، يعني شظايا، هذا شرق الاخر يغرب، هذا من اليمين ولا يمين فيهم، وهذا من الشمال ويفهم معنى الشمال. الشمال عندها علاقة بالسينستروز، هي مر نفساني موجود عند برشا ناس طماع، وين يجي حد بسيتي ويعظم فيه ويمثل على الطب المختصين، وانه ما جر لانه يحب، عنده رغبة خبيثة دفينة بشيخه مالك الشركة ذيك بطريق ملتوٍ ليس فيه شيء من الحقوق. هذا هي السينستروز، سينسترا. ليبوجير ديكستروجية، ليبوجير هي الميل إلى ما هو شمال، وديكستروجية الميل إلى اليمين، أعلى أهل الوسط. لا عنا ديكستروجيري ولا عنا كذا، ليوجيري أعلى ماشيين في خط أراده الله أم وسط. هذا هو الإسلام اللي قاعد يتطرف وراه وما هو فاهم شيء. أراه الإسلام هو دين ارتضاه ربي سبحانه الرحمن، مش يكون فما التوازن بين الأضداد في كل شيء. لا تتهور ولا تجبر، لا تطلق يديك حتى ما يبقى لك شيء من المال وتولي محصور وملوم، ولا هنا تحطها قبلها تكون جيفة ربيع. وعنا دائما الشجاعة، وعنا دائما السماحة، وعنا دائما الكرم. وين هذا الكل اطلب عليه ودق دق وامشي بالقنارة ما تلقاش على الكرم. لذلك قلنا لحد الآن من أخبث حال وسته العرب بانتكاساتهم المتكررة من يوم أخذ بنو أمية الملوي في عمومهم، أخذوا الحكم منا بباطل وبسفك دماء سيادهم مثل سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدنا الحسين رضي الله عنه. والسلام.